كان يشارك في معركة مصيرية بمنطقة الضباب قبل أن ينفجر فيه لغم غرسه الانقلابيون في المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز. الإصابة شلت جزءا كبيرا من قدرات مبارك التميم المعتادة، لكنها لم تمس إرادته وعزمه على الكفاح وعلى مواصلة السير قدما حتى يرى ما كان يحلم به دوما، تحرير تعز. وإن شاء الله ربنا بيعينهم على جميع الحوثة، محيل أن نحن نتباخر ونحي نرجع نساندهم إن شاء الله يدن بيد، ما نقضي حياتنا إلا إن شاء الله بجنة الفردوس. فقد مبارك عينه اليمنى ويده اليمنى كذلك، وانبثت الإصابات الكبيرة في عموم جسده أكثرها سوءا تلك التي أصابت قدميه. وها هو اليوم يقاتل حتى يتجاوز التأثيرات الخطيرة لهذه الإصابات. يعني الحالة خطيرة جدا، ما فيش يعني لحد الآن أنا لي شهرين ولا حركة، جالس فوق الكرسي. ومع مبارك يكافح الأطباء والممرضون في هذا المشفى المتواضع بمدينة تعز لأجل مساعدته، قبل أن يقرروا أن الأمر يحتاج إلى أن يضاف مبارك التميمي لقائمة الانتظار الطويلة لجرح الحرب الذين يستحقون الإجلاء الطبي إلى الخارج. شلوا لح شو غطوا الدباس، يدوروا عندهم شوية اللحمة تطلع بيغطوني على قولتهم، أو بعد ذلك قالوا إذا ما صبرش بيقول لك بتسفر الخارج. يبدو مبارك متماسكا بالقدر الذي رأيناه فيه شجاعا يدافع عن الحق والعدل في وجه طغيان الميليشيا وصلفها وإصرارها على إيذاء تعز وأهلها، لكنه إنسان في نهاية المطاف يحتاج في لحظة انهياره الجسدي هذا أن يلقى العناية من شركاء المهمة الوطنية الواحدة. فوضع مبارك يستثير النقاش مجددا حول أزمة جرح الحرب في تعز، فجرح تعز كمحافظتهم يستهدفون من أطراف عديدة لأنهم قرروا أن يتجاوزوا مرحلة هي الأسوأ في تاريخ بلدهم، ومع قيامتهم الكبيرة هذه تصادموا مع مصالح وأجندات سيئة في اليمن والمنطقة. أسوأ ما في هذه الحرب أنها تحفر في الأجساد ندوبا يعمقها الإهمال المتعمد وقلة ذات اليد، وحصار المحاصر في محافظة نهضت لأجل الحرية ولم تسقط بعد ولن يكون.